كلكم يد واحده. تمشي الكره، توزع كره المنتخب الجزائري، كره في الوسط عن طريق الهجوم، حلوه برشا من غديورا، عدنان غديورا، والكره في وسط المناطق التونسيه، التوزيع هو خطيره خطيره يا ستار، والهدف يا ستار، والهدف هدف اول عن طريق بن هني، هدف اول في الوقت بدل الضايع عن طريق بن هني، هدف ممتاز من بن هني. شوف الكرة واحدة اثنين تأخر بالعمر في التغطية، تعديت كرة الجزائر والكرة من بن هني لا تصد ولا ترد، 2-1 كرة غديورا، غديورا شوف الدفاع مرتبك ومتأخر والتسديدة قاتلة، 2-1 الآن. الدقائق الأخيرة الصعبة، الدقائق الأخيرة مثيرة جدا في ستاد فرانس في، الدقائق الأخيرة مثيرة جدا في فرانس في.